الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم طبعا حضورنا الكريم في هذه الندوة ضمن مهرجان رمضان الكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية. طبعا اليوم إن شاء الله ستكون ندوة مهمة جدا تختص في أولي العزم. هذه الندوة طبعا سيشاركني إن شاء الله فيها ضيفي الكريم سعادة أو فضيلة الدكتور علي محمد الصلابي. طبعا هذه الندوة إن شاء الله ستكون تحت عنوان أولو العزم إبراهيم عليه السلام. في البداية دعوني أرحب طبعا بسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني وزير الثقافة وبكل الضيوف الكرام إن شاء الله في هذه الندوة. طبعا أولو العزم هم أهل الصبر وقوة تحمل المشاق من المرسلين الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الدكتور علي محمد الصلابي من مواليد 1963 في بنغازي في ليبيا، مختص في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، فقيه وكاتب ومؤرخ وأيضا محلل سياسي ليبي، له العديد من المؤلفات، شارك بلجنة المراجعات التاريخية وتدقيق النص بمسلسل عمر الخطاب. له أكثر من 70 كتاب في الفكر والتاريخ والتفسير، وأيضا هذه الكتب بعضها مترجم إلى عدة لغات. أهلا وسهلا بك طبعا دكتورنا. أهلا وسهلا سعيدين بتواجدك معنا طبعا هنا في هذه الندوة. يعني لو نبدأ معك بالحديث عن أولو العزم، من هم أولو العزم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الإخوة القائمين على هذا المنشط، والشكر لسعادة وزير الثقافة على الاهتمام بهذه القضايا، ونسأل الله يتقبل صيامنا جميعا وقيامنا وصلاتنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. أولو العزم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فهؤلاء أولي العزم هم سادة البشرية، هم المرجعية الكبرى لبني الإنسان. فالله سبحانه وتعالى حفظ تراث الإنسانية والحضارة الإنسانية والتاريخ الإنساني في القصص القرآني، والسادة هؤلاء هم أولي العزم. فالله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتدي. وذكر الله سبحانه وتعالى سير أولي العزم. أولي العزم هم أصحاب الرسالة السماوية الذين أجابوا عن الأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بالإنسان، فيما يتعلق من أين أتى وإلى أين المصير، فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر، فيما يتعلق بالجنة بالنار بالمصير، بالعلاقة من هو هذا الإنسان، من علاقته بهذا الكون بهذه الحياة. فهؤلاء العزم حفظ الله تراثهم، حفظ الله تاريخهم، حفظ الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. البشرية جمعاء تتحدث عن أولي العزم. سيدنا نوح عليه السلام في التراث الإنساني يتحدثون عنا، وكذلك عيسى عليه السلام، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام. لكن نسبة المصداقية أنها تصل إلى نسبة 100% غير موجودة الآن إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مثلا عيسى عليه السلام حفظ الله سيرته المتعلقة في الجانب التاريخي وفي جانب العقائدي وفي جانب الشبهات التي أثيرت حوله في كتاب الله. نجد سورة آل عمران وهي عائلة سيدنا عيسى من ناحية أمة، وكذلك سورة مريم وهي والدة سيدنا عيسى عليه السلام، ونجد سورة المائدة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول:
لنا أن البشرية ستختلف عن حقيقة سيدنا عيسى عليه السلام، فمن أراد الحقيقة فليرجع إلى كتابي، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد عيسى عليه السلام حفظت سيرته لما كان والدته جنين في بطن جدته، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ويأتي السياق في آل عمران في كثير من القضايا المتعلقة بنشأة مريم وآل عمران وقصة سيدنا عيسى عليه السلام بدقة متناهية، وأيضا في القضايا التاريخية والعقائدية، أيضا فيما يتعلق واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، إلى أن قال فأشار إلى أن جاءت الآيات فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا فيما يتعلق بحقيقة دعوة عيسى عليه السلام حفظت في القرآن الكريم، وكذلك فيما يتعلق بالشبه لما قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالحقيقة الكاملة المتعلقة بعيسى عليه السلام موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن حدث بالنسبة للتراث الإنساني غير القرآن وغير السنة النبوية الصحيحة اختلفوا، اضطربت الروايات التاريخية، اختلفوا في المسائل العقائدية، اختلفوا فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن الميزان الحقيقي موجود في كتاب الله فيما يتعلق بعيسى عليه السلام. موسى عليه السلام أطول قصة في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام. نجد في سورة القصص تحدث الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وفيما يتعلق بطفولته، فيما يتعلق بشبابه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيما يتعلق بحياته وهو في قصر فرعون كأمير من الأمراء وما كيف رعاها الله سبحانه وتعالى قبل الرسالة، فيما يتعلق بالأشياء والابتلاءات التي مر بها تجد جزء كبير موجود في سورة القصص مفصل لشبابه، مفصل للمحن التي مر بها. فيما يتعلق بالحوار مع رب العالمين تجد ذلك في سورة طه موسع لن تجده إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق في حواره مع فرعون لما قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أولو العزم يجيب على سيرة أولو العزم كل الأسئلة المتعلقة بالمولى عز وجل في وجوده سبحانه وتعالى. مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون ادعى الربوبية، ادعى الألوهية. لا يوجد أحد وصل لدرجات في العتو والظلم مثل فرعون والعناد. فسيرة موسى عليه السلام تجيب على الأكاذيب فيما يتعلق لما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سيرة موسى عليه السلام تجيب على سنن الله في المستضعفين، سنن الله في الطغاة، سنن الله في المجرمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
الحوار مع رب العالمين مفصلا في القرآن الكريم فيما يتعلق بسيرة موسى عليه السلام، لن تجد هذا التفصيل لا في العهد القديم ولا في غيره من الكتب التاريخية بالدقة والموضوعية ودرجات الصدق العالية المتناهية مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالحوار مع فرعون، مع السحرة، مع قومه، في هذه التفاصيل، فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالقيم، فيما يتعلق بالمرجعية الروحية الأخلاقية، تجد شيء هائل كبير. أيضاً المستضعفين اللي هم قوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وما مروا به من محن وابتلاء وعذاب، وكيف مضت سنة الله في الظالمين وسنة الله في المستضعفين، تجد هذا التفصيل في سورة البقرة جزء منه، وكذلك في المائدة جزء منه، وتجد كذلك في الشعراء جزء منه، وكذلك مآل فرعون في سورة يونس وسورة هود. فأطول قصة عظيمة قصة موسى عليه السلام. فيما يتعلق بنوح عليه السلام، نوح عليه السلام جاء في نهاية الحضارة الإنسانية الأولى، يعني تعرفون أنتم الحضارة الإنسانية الأولى ذكرت تفاصيلها في القرآن من خلال قصة آدم وقصة إبليس وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، والدقة التي ذكرت بها نشأة الحضارة الإنسانية الأولى من خلال قصة آدم عليه السلام لن تجد أروع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذا الإنسان؟ ما قصة آدم؟ ما قصة الخلافة في الأرض؟ ما قصة العمارة فيها؟ ما قصة العداوة بين الحق بين الباطل، بين الهدى بين الضلال، بين الخير بين الشر؟ جاءت مفصلة في سورة الأعراف، ولما قال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قول الله في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، الحوار مع الملائكة بتفاصيله، تجد ما سبقت من الآيات كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه التفاصيل العظيمة اللي يحتاج إليها أي إنسان للإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى لن تجدها إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والأصل في الحضارة الإنسانية التوحيد، لأن آدم عليه السلام كان على التوحيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله لما قال لسيدنا آدم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالأصل في الحضارة الإنسانية هي التوحيد لعمارة الأرض، وأيضا السير على نهج الله. طبيعة الحياة حدث الانحراف، والشيطان أيضا كان متربصا بالإنسان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما صار الانحراف ووقعت البشرية بعد في نهاية الحضارة الإنسانية الأولى، أرسل الله نوح عليه السلام. نوح عليه السلام جاء في نهاية الحضارة الإنسانية الأولى، لما انحرفت، لما وقعت في الكفر، ولما وقعت في الشرك، لما وقعت في الظلم، لما وقعت في الترف، لما وقعت في الكبرياء والغرور، لما وقعت في الأمراض التي تمضي سنة الله في زوال الحضارات، أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام. لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. فيما يتعلق بقصة سيدنا نوح كنبي من رسول من أولي العزم، حفظ الله لنا تفاصيل مهمة للإنسانية في سورة هود وفي سورة نوح عليه السلام. ووصلت الدرجة قال إني دعوت رب قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فالتفاصيل فيما يتعلق بدعوة نوح عليه السلام وسنن الله في زوال الحضارة الإنسانية الأولى وتنشئة الحضارة الإنسانية الثانية
التي قادها نوح عليه السلام، لأن كما تعرفون الله سبحانه وتعالى لما قال نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فهذه المشاهد الكبرى المتعلقة بالمراحل التاريخية المهمة التي مرت بها الإنسانية حفظت في القرآن الكريم، فالتراث الإنساني الحقيقي والحضارة الإنسانية الحقيقية والتاريخ الإنساني الحقيقي هو الذي قاده الأنبياء والمرسلون على رأسهم أولي العزم. فيما يتعلق بنوح عليه السلام، حفظ الله لنا أيضا لما قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأيضا لما قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، والحضارة الإنسانية الثانية بدت لما قال الله بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. وصف الله سبحانه وتعالى مرحلة من المراحل التي مرت بها الإنسانية، وقال لنوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي بذور الحضارة الإنسانية الثانية حملت بتلك السفينة التي كان خرجت بعدها منها البشرية جمعاء. قيل يا أرض ابلعي، لما قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى نوح، الله حفظنا سيرة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. بس دكتور احنا راح نتطرق لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن نأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدها إن شاء الله سنفتح في الحديث أكثر عن طبعا عنوان هذه الندوة وهي أولي العزم إبراهيم عليه السلام. نبدأ برسول صلى الله عليه وسلم محمد. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الوحيد التفاصيل الحياة التي حفظت من كل الأنبياء والمرسلين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن أعطى حجم كبير جدا لغزوات الرسول، تجد غزوة أحد بتفاصيلها في سورة آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال، تجد غزوة بدر في سورة الأنفال، أيضا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، تجد غزوة تبوك والمعاهدات والسلم والصلح والقتال والقضايا الإنسانية والقضايا الاجتماعية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحياة الاجتماعية في سورة الأحزاب تجد، وأيضا القضايا العسكرية وقضايا السلم. فالله سبحانه وتعالى حفظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أجزائها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم، فيما يتعلق بحياته الاجتماعية والمناسبات لنزول كثير من الآيات في القرآن الكريم، فيما يتعلق بحياته الجهادية العسكرية في القرآن الكريم، فيما يتعلق بالسنن، سنن الابتلاء، سنن تغيير النفوس، سنن التمكين، سنن التدافع، سنن التدرج في حياته عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم تجد. والعلماء من المفسرين وأهل السير فصلوا ذلك وكتبوا كتب متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصص هذا كان تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. والقصص هذا أيضا الله قال فبهداهم فاقتدى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخصال الخير فيما يتعلق بالصبر، فيما يتعلق بالحلم، فيما يتعلق بالشجاعة، فيما يتعلق بالكرم، فيما يتعلق بالجود جمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهداهم فاقتدي، فهو اقتدى بمن سبق من أولي العزم ومن المرسلين الذين تميزوا في أشياء دون أشياء. فمثلا سليمان عليه السلام كان عبدا شاكرا، وأيوب عليه السلام كان عبدا صابرا، وإبراهيم عليه السلام كان حليم أواه منيب،
فهذه الصفات المتعددة اجتمعت في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء كبيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى متعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الاجتماعية، في حياته الروحية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيضا فيما يتعلق في التدبر والتأمل والتفكر في هذا الكون عليه الصلاة والسلام من خلال الآيات: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن الكريم، إذا رأيت قمة الكظم الغيظ تجد، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، تجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت قمة الإنفاق في السراء في السر في العلن تجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت قمة البلاء الإنساني في بناته في أولاده في شخصه في نفسه تجد فيه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذه متعلقة بسيدنا حمزة لما قتل ومثل به رضي الله عنه، وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لئن مكنه الله من قريش ليمثلن بسبعين من رجالهم، فنزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأخذ بالعفو والصفح والصبر رضي الله عنه، بل عفى على وحشي كما تعرفون صحيح. في السيرة وفتح له بابا من أبواب التوبة والرحمة، وقال حتى وحشي رحمحي هذا قتل خير الناس وقتل شر الناس، يقصد حمزة، وفيما بعد في مسيلمة في حروب الردة. فعظمة الإسلام شيء عظيم، الإسلام فيما يتعلق بالحياة بالوجود في الإجابة على الأسئلة الكونية الكبرى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي سؤال، أي موجود في كتاب الله، موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونزلنا عليك، على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب دكتور علي، يعني ما شاء الله تطرقنا إلى أربعة من أولي العزم، هم عيسى وموسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل الحديث عن النبي إبراهيم عليه السلام، أود يعني أن هناك يمكن سؤال جدلي وسؤال يمكن يكثر، أن لماذا هل هناك جدلية في مسألة اختيار الخمسة، خمسة أولي العزم؟ هل تم ذكرهم بنص سواء قرآني أو بنص شرعي أو بنص سني موجود فيما يخص هؤلاء الخمسة، أم أن باقي الأنبياء أيضا هم من أولي العزم؟ هو أولي العزم بحكم أنهم كان بذلهم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أكثر من غيرهم في العطاء والبذل. وحتى في القرآن الكريم تجد بعض الأنبياء والمرسلين جاءوا في آيات مختصرة، لكن مثلا أطول القصص في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام ثم قصة إبراهيم عليه السلام. فالجهد الذي بذل جهد عظيم،
وبعض العلماء قالوا لأنهم ذكروا بالاسم وسيرهم أخذت حيزا في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، ولهذا سموا أولي العزم وللابتلاءات التي تعرضوا لها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. دكتور علي، طبعا يمكن أيضا شخصيتنا لهذا المساء وفي هذه السيرة الجميلة والعطرة معك، النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن فيها أكثر من 4 مليار شخص على مستوى العالم، مسلمين، مسيح، وأيضا حتى يهود. نتحدث عن هذه السيرة العطرة وكيف طبعا يعني ساهم في بناء هذه الحضارة الإسلامية. طبعا نحن كما تكلمنا قلنا الحضارة الإنسانية الأولى أسست بنزول آدم عليه السلام وأمنا حواء، ثم تكاثر البشرية والأصل فيها على التوحيد، ثم حدث الانحراف، ثم جاء نوح عليه السلام، بعد نوح عليه السلام هود وصالح عليهم السلام، وأيضا بداية سيدنا إبراهيم عليه السلام، بداية التجمعات الكبرى، تشكيل الممالك بدت مع عهد سيدنا إبراهيم. الكلدانيين، الكنعانيين، بدت تظهر حضارات لها قوة، لها سلطة، لها حكم، لها ملك، لها. إلا إن الإنسانية في الجانب العقائدي انحرفت انحراف عظيم، وانتشر الشرك بأشكاله، عبادة النجوم، عبادة الأصنام، عبادة الأشخاص في تلك الفترة التاريخية اللي ظهر فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى في الكتاب ذكر لنا سيرة سيدنا إبراهيم، وحفظت في القرآن الكريم المرحلة العراقية والمرحلة الشامية والمرحلة الحجازية بالآيات، والمرحلة المصرية جاءت في الأحاديث الصحيحة لما هاجر، لما ذهب سيدنا إبراهيم مع السيدة سارة إلى مصر ومروا بمحنة وأهديت إليهم هاجر اللي منها سيدنا إسماعيل عليه السلام. في المرحلة العراقية تجد الآيات واضحة إن سيدنا إبراهيم كان عقل، ذكاء، وقاد، كان حماسة، كان انتصار لدين الله للتوحيد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني هو من بداية حياته كان على التوحيد، على الفطرة السليمة، لأن الفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الأصل هو التوحيد. حتى الأنبياء والمرسلين ماذا قالوا لأقوامهم لما جادلوهم في وجود الله؟ قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه كانت إجابة الأنبياء والمرسلين. وحديث القرآن فيما يتعلق بسيدنا إبراهيم واضح في هذه المعاني. الله قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي فتح الله له في أسرار هذا الكون سواء كانت مادية أو كانت معنوية. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يصل إلى استقرار المعلومة الثابتة في قلبه وأيضا المقنعة للعقل والمنطق فيما يتعلق بتوحيد الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، درجة لا تقبل التحول ولا التغير ولا التبديل. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ففي الفترة المكية، في الفترة العراقية، كان الجدل والنقاش والحوار مع عبدة الأصنام، كان الجدل والنقاش والحوار مع عبدة النجوم والكواكب، كان الجدل والنقاش في هذه القضايا حفظت في سورة جزء منها في الأنعام، لما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا مقام مناظرة، هنا مقام استدراج الخصم وتدمير المعتقد الفاسد في عقليته وفي قلبه، فاستدرجهم استدراج عظيم. ولهذا هذه من أعظم المناظرات التي حدثت في تاريخ الإنسانية، في الحضارة الإنسانية، الحوارات التي قام بها إبراهيم عليه السلام. فقال ما قال إني إذا كنتم تعبدون في هذه المخلوقات الكوكب القمر أو أكبر، ثم استدرجهم لا الشمس أكبر، ثم قال لا القمر، القمر متغير، القمر هنا قوة أكبر منه متحكمة فيه، وبالتالي قال إني بريء مما تشركون من عبادة الكوكب وعبادة الأقمار وعبادة الشمس. ومنبه الإله العظيم قال إني وجهت وجهي أي طاعتي وعبادتي وكل جوارحي نحو الله الخالق لهذا الكون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن العقائد الشركية والكفرية البعيدة عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهاجه قومه، دائما أهل الباطل كثرة الجدل عندهم، لأن إبليس يمد فيهم بالشهوات، يمد فيهم بالشبهات، يمد فيهم بالأسئلة الاستفزازية دائما باستمرار. هذه سنة الله، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، صراع بين الحق والباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الله قال الذين آمنوا اللي حققوا التوحيد وحققوا الإيمان وأفردوا العبودية لله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشك أو باختلاط، أولئك لهم الأمن، الأمن من العقاب والأمن من غضب الله والأمن من الشقاوة، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. الله ماذا قال على جدل سيدنا إبراهيم مع قومه؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سماها الله الحجة. قال العلماء ليست الحجة هنا فقط في حوار إبراهيم عليه السلام مع عبدة النجوم وعبدة الكواكب، لا، حتى مع عبدة الأصنام، لما قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم في سورة الشعراء، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سيدنا إبراهيم الآن يعرف قومه ويعرف البشرية وبني الإنسان برب العالمين. من هو رب العالمين؟ في سورة الأنعام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن رب العالمين هو الذي خلق السماوات، رب العالمين هو الذي خلق الأرض. هنا في سورة الشعراء إلا رب العالمين، من رب العالمين؟ يعرف إبراهيم عليه السلام البشرية جمعاء، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر يميتني ويحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه القضايا الكبرى البشرية كلها مشغولة بها فيما يتعلق بالخالق وقصة من أنا وما هي وظيفتي في هذه الحياة، وهذا الإله العظيم ماذا يريد مني. هذه الإجابات تجدها في سيرة إبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
سيدنا إبراهيم أنا قال الهداية عند الله، سواء كانت هداية الدلالات أو هداية المعونة أو الهداية الخاصة أو الهداية العامة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. مسألة الرزق، البشر كلها تفكر في مسألة الرزق. سيدنا إبراهيم بيّن إن الله الخالق الهادي الرازق، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين. الإنسان موضوع المرض والصحة يشغله كثيرا، وإذا مرضت فأضاف المرض لنفسه، وأدبا وتأدبا أضاف الشفاء إلى الله، وإن كان كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، الحياة والممات، فلسفة الموت، فلسفة الحياة كخلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الإجابات الحقيقية المقنعة للعقل البشري وللفطرة البشرية وللوجدان الإنساني مش موجودة إلا في سير أولي العزم. الفلاسفة يصعب عليهم أن يجاوبوا على هذه الأسئلة، لكن أولي العزم كانت الإجابات صريحة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي إنسان كان في داخله يشعر إن هناك، بالنسبة نحن المسلمون واضح عندنا الموت وعالم البرزخ والبعث والحساب والجزاء، كله واضح في كتاب الله، واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون يعرفون إن هناك ملائكة طيبة تتوفى أهل الإيمان وأهل الإسلام، وهناك ملائكة ظالمي أنفسهم أهل الكفر وأهل الشرك. لكن الإنسان غير المسلم ما عندهش هذه الرؤية الواضحة من البداية للنهاية إلى أن تستقر البشرية الموجودة في كتاب الله. لكن الإنسان في عمومه في داخله يشعر أن في شيء ما بعد الموت، في شيء آخر. قال الله عنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دكتور ما شاء الله يعني ما شاء الله الشرح وأيضا حتى الطرح ما شاء الله مميز، جزاك الله خير. دكتور علي، يعني هل يمكن القول أن كل واحد من هؤلاء الخمسة أولي العزم من هؤلاء الأنبياء استطاع أن يؤسس لمرحلة مهمة في الحضارة الإنسانية على مستوى العالم؟ ولكن أيضا هناك سؤال آخر يطرح، هناك جدلية كبيرة جدا ما بين الأديان سواء في هذا التاريخ وفيما طبعا يدور حوالي أولي العزم. أود يعني أن أطرح أيضا السؤال الأخير عليك، كيف يمكن أن نحفظ سيرة هؤلاء الأجيال القادمة وما بعدها، وتكون هذه السيرة العطيرة سيرة يعني مبسطة وسهلة لهم حتى لا يتأثر بما يطرحه الآخرون؟ وفيما يتعلق سيدنا إبراهيم عليه السلام، مشركو العرب قالوا جدنا إبراهيم لأنهم هم من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، واليهود زعموا أنهم إن إبراهيم يهوديا، وكذلك النصارى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. سيدنا إبراهيم عليه السلام مر بمرحلة العراق والابتلاء، والله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال إني ذاهب أيضا إلى ربي سيهدين، وأيضا قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. سيدنا إبراهيم في فترة الشام تقدم به العمر، ورزق الله بسيدنا إسماعيل وهو كان قبل إسحاق، وبعدها فترة سيدنا إسحاق وحفيدة يعقوب، هذه في مرحلة الشام. ووضع الله قبول عند الناس واحترام كبير، ووسع الله في رزقه، ولهذا قال وجاء بعجل حنيف وجاء بعجل سمين، يعني كان إشارة للكرم وللسعة التي كان عايش فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. المرحلة النهائية لسيدنا إبراهيم كانت وين؟ في الحجاز، كانت في بناء بيت الله الحرام، لما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
هذه المرحلة هي المرحلة لما رب يجعل هذا البيت بنى فيها بيت الله الحرام، الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الأنبياء والمرسلين كلهم بدون استثناء بعد سيدنا إبراهيم من ذرية سيدنا إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا أبو الأنبياء. أبو الأنبياء كل الأنبياء والمرسلين، سواء الفرع الإسماعيلي اللي منه الرسول صلى الله عليه وسلم واللي جد سيدنا إسماعيل، يعني سيدنا إسماعيل الوحيد من الأنبياء اللي من نسله هو الرسول صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسالات. وسيدنا إسحاق ويعقوب ذكر في آية جمعت 18 نبي من الأنبياء في آية واحدة، لقد وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه الآية جمعت 18 نبي من الأنبياء، السبعة البقية ذكروا في آيات أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادق كان صديقا النبي ورفعناه مكانا عليا، وآدم عليه السلام وهود وصالح وشعيب. الأنبياء 25 اللي قادوا الحضارة الإنسانية في أزمنة متعددة ومتنوعة. المرحلة المتقدمة في تاريخ الإنسانية كانت في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبناء بيت الله الحرام، وأصبح مرجعية للناس جمعاء، ودعا دعاء العظيم وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وخرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال أنا دعوة أبي إبراهيم. والله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. دعوة الأنبياء والمرسلين هي الإسلام، هي التوحيد، هي إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، هي القيم الأخلاقية الكبرى في الأمانة في الصدق التي التزم بها آدم وورثها لأبنائه، وكذلك كل الأنبياء والمرسلين. فدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي دعوة التوحيد الخالصة، دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي الدعوة لمحاربة الشرك والكفر والشرك وبكل أشكاله وألوانه والكبائر والمعاصي والذنوب. من ورث هذه الدعوة؟ ورثها إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وأيوب ويونس، وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. الذي ورث مسيرة الأنبياء والمرسلين هي الدعوة خاتمة الرسالات اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا إبراهيم أسس المرجعية الكبرى فيما يتعلق بالتوحيد ومحاربة الشرك، أسس المرجعية الكبرى فيما يتعلق بأصول العبادات من الصلاة، من حج بيت الله الحرام، فيما يتعلق بالمرجعية الكبرى في الجانب الروحاني، فيما يتعلق في الجانب الأخلاقي، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شوف الآية ما أعظمها، والقرآن كله عظيم، حليم وأواه ومنيب، وكذلك إخلاص، وكذلك صدق، وكذلك عبادة، وكذلك شكر لله سبحانه وتعالى. المرحلة الحجازية فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام حفظها الله في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وحفظها في سورة إبراهيم، سورة كاملة اسمها سورة إبراهيم، لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وبعد في الدعاء ماذا قال؟ قال بعد ما تم بناء البيت وأصبح محج للناس ومرجعية كبرى للبشر في تلك الفترة،
والاقتضاب السكاني كان موجود في الحجاز والشام ومصر والعراق في تلك الفترة. وكانت المرجعية للناس إماما له سيدنا إبراهيم. ماذا قال؟ قال الحمد لله. ختم سيدنا إبراهيم حياته لما أدى رسالته كما ينبغي بهذا الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. جمع بين إسماعيل وبين إسحاق. إسماعيل الفرع اللي ينتمي منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإسحاق بقية الأنبياء الذين ذكرناهم في الآية السابقة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا الدعاء الذي ختم به سيدنا إبراهيم حياته. أنا بنوصل رسالة إن إذا قلنا نحن من سادة البشرية، سادة البشرية الأنبياء والمرسلين، من الصفوة من الأنبياء والمرسلين؟ هم أولي العزم. أين نجد سيرهم أو حاليا؟ مش هتجدوا مكان في سيرهم بالتفصيل فيما يتعلق بالجانب التاريخي والحضاري والأخلاقي والروحي والعقائدي إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى وظيفة واجب على المسلمين أن يبينوا هذه السير بحقيقتها للبشرية جمعاء من خلال كتابهم المقدس، وهي رسالة ومسؤولية إنسانية ودينية وأخلاقية في بيان هذه المرجعيات الكبرى اللي هي مرجعية لبني الإنسان. فالحديث عن أولي العزم ليس خطابا إسلاميا، بل هو خطاب إنساني رفيع المستوى في بيان السادة الذين يستحقون الاقتداء بهم في هذه الوجود. وكم من ناس يحبون إبراهيم عليه السلام، وكم من ناس يحبون موسى عليه السلام، وكم من ناس من غير المسلمين يحبون عيسى عليه السلام، لكن الرؤية المتكاملة الحقيقية التي تستحق الاقتداء والمرجعية هي عندنا نحن المسلمون في كتابنا الذي يجب أن نهتم به قراءة وتأملا وفكرة وحضارة وفكرا وثقافة ونشرا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني الحديث كان شيق وجميل ويطول في هذه السيرة يعني الجميلة والعطرة للأنبياء. كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا طبعا الدكتور علي الصلابي. طبعا هناك تكريم من الأخوان في وزارة الثقافة، أدعو السيد جاسم البعينين مدير معرض رمضان للكتاب ومدير إدارة المكتبات لتكريم طبعا الدكتور علي الصلابي. تفضل طبعا أخوي علي، هذا تكريم بسيط ومستحق لك دكتور طبعا على ما تقدمه من إرث جميل ويعني ومؤلفات جميلة وحديث شيق حقيقة استمتعنا فيه جميعا في هذه السيرة العطرة للأنبياء. يعني أولو العزم من الأنبياء وهم صفوة الأنبياء كما ذكر شيخنا. أتمنى أكيد إن شاء الله له التوفيق إن شاء الله. كل الشكر، وأيضا مرة أخرى كل الشكر لكم حضورنا الكريم على تواجدكم معنا، ونتمنى إن شاء الله لكم الاستفادة إن شاء الله في باقي الندوات هنا سواء في معرض رمضان الكتاب. أخيرا ما رأيك في هذا المعرض الرمضاني؟ إن شاء الله ربنا يتقبل منكم وتقبل من القائمين عليه، وإن شاء الله ميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا على تواجدك معنا، شكرا لكم ضيوفنا الكرام، إن شاء الله نلتقي كده إن شاء الله في مناسبات أخرى وندوات أخرى إن شاء الله.